النهارده هقولك عن الميك اب المفروض تعمليه كأي إنسانة طبيعية رايحة فرح عادي. هتبدأي بده، ده كريم أساس. هنبدأ بقى نعمل ايه بقى، اهو اهو كتير بقى، وتهيصي هيصي هيصي عشان ايه الشغل اللي هتعمليه بان طبعا، يعني مش هينفع. كتري كتري، كل ما تكتري اكتر يبان الصرف، تكتري يبان انك مكلفه في الفرح ومعجنه جامد. اهو 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 شوفي، تظبطي الاداء، اي حاجه باينه خبي بان. انا بصي هديك النصيحه الفولاذيه وانت رايحه اي فرح، اهو 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 شفتي شفتي بيضتي وحلاوتي ازاي، تكتري كل ما تكتري كل ما البويه تثبت على وشك اللي لسه هتحطيها فوق. اهو حطي كمان حبه، مينفعش نبخل، مينفعش. اهو اهو شوفي، لازم تروحي الفرح تجاملي صاحبتك وانت على سنجة 10. اهو اهو شوفي، تزودي وتهيأ، اهو شفتي شفتي كل العيوب اتدارت ازاي. بعد كده بقى انت عملتي خلاص، اهو هتحطي بقى تضربي فوق المعجون ده بالبداره بالبداره، كل ما تبيضي كل ما تحلوي وتجيبي عرسان من الفرن. شوفي ما ترتاحيش غير لما تشوفي البخار كده طالع من قلب البدار. اهو اهو ياه، لسه لسه عايزه وش كمان. اول ما تحسي نفسك عينك مش باينه تعرفي انك انت خلاص كده ايه ظبطتي واتظبطتي. اهو 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 شوف بقى، في موضه بقى طالعه اسمها الكونتور، الكونتور ده هيشقلطك وهيخفي كل العيوب. هتجيبي الفرشه دي اللي هي دي 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 والكونتور اهو، انا هوريه لك برد لو تفتكر ان انا ببخل عليك. اهو اسود كده، تصغري بقى مناخيرك، اهم حاجه تصغري مناخيرك في الفرح. ليه بقى؟ عشان لو ربنا قدرك وقعتي في عريس امه ما تجيش تقول ايه ده دي مناخيرها كبيره، لا اهو اهو بتلاقي اسود اسود. وكتري برضه اي حاجه في كتري تكتري، ما تبخليش على نفسك دي ليه اهو. وتيجي بقى ايه اهو كانك خدتي بشره من هنا، بشره من اهو 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 شفتي، هتلاقي اسود من هنا واسود من هنا واسود من هنا كده، انت بتصغري. تيجي بقى ايه رسم النبي حرسه وصاينه اللي يعني اللي بيبين اللي انت صغرتيه، اللي هو ده اللي هو الكونسيلر. شوفي بقى هتجيبي بنفس الفرشه بس من على الوش التاني، وتبداي ايه تمعجني وتبيضي بقى حوالين ده، تبيضي شوفي شوفي، تستخدمي اكتر زي ما قلت لك القاعده، تزودي تكسبي. اهو اهو تيجي بقى من هنا تعملي ايه كانك قطه، اهو شوفي 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 شوف، فن فن، كانك بتعملي روحه فنيه. اوعي تصدقي بيقول لك البساطه والكلام ده، مفيش الكلام ده مفيش. تيجي بقى فوق بقى ايه تعجني بقى، تسيحي بقى وتعجني تعجني، كل ما تعجني اكتر تكسبي اكتر. اهو 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 شوفي 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 شوفي. تيجي بقى للمهم، اهم حاجه في الموضوع ده، في ده قلم راح فين يا اختي؟ اهو هجيب الفرشه دي اهي، الفرشه دي والبتاع ده بتاع ده اهو، ده اللي هترسمي بيه بقى حواجبك. شوفي شوفي شوفي، تزودي اكتر تكسبي اكتر. اهو زي ما بقول تزودي، هاي ما تحرميش نفسك والله ما انت تحرمي، اديها اديها وعبيها. اهو اهو تزودي اكثر فرصتك في الهوستك، وتعرضي الموضه في هذا الخريف الحاجب العريض، الموضه في هذا الخريف الحاجب العريض، كل اللي ما تعرضي كل اللي ما تفرحي. اهو واوعدك هتخشي الفرح ما حدش هيعرفك، ولا ابو العروسه ولا ام العروسه ولا اي حد. شوفي اهو شو، لا 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 ده لازم يعرض شويه الموضه، يعني انا ابوظ الموضه اهو. شفتي حواجبك بقت جامده وحاجه عناب. نيجي بقى ايه تزرعي بقى فوق عينك لون ايه، انا هقول لك زرقي، كل ما تشوفي عينيكي من فوق كده زرقي. اهو هنجيب الفرشه دي وده اهو، سهل اهو بيتباع في اي متوفر لدى اي سوبر ماركت او حلاق، هتجيبي اهو وتدي تدي اهو، اضربي 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 ما يهمكيش، كل ما تزودي زي ما قلنا فرصتك في الفوز تكبر. اهو كتري بقى من الفرشه مليها اهو اهو اهو. وبصي ما تسمعيش كلام حد اللي بيقول لك الاناقه والبساطه، زي ما قلت في الاول كل ما تزودي هتبقي حلو. اهو اهو
وطلعي لفوق، لو عرفتي تعدي حواجبك عديها عادي، عديها اهو، شفتي فوق عينك بقى زي الفوق ولا الكنافة. تعملي ايه بقى؟ نيجي بقى الخطوة المهمة، اللاينر. اللاينر ده اهم من العروسة. شوفي تبدأي بقى منين، سيبك بقى من اللي بيقولك وخط ويحدد العين والش، لا الجديد عندي بقى، شوفي تبدأي من اول حاجبك هنا، من شفتي حاجب ده اهو، شفتي شفتي الرسمة بتيجي منين، وترسمي وتغرقي هياصي نفسك. هيا شوفي شفتي شفتي الخط فين، تبدأي من فوق بقى، شفتي عينك بقى بقت لفوق كده حاجة عينك، شوفي من اول اهو اهو، هياصي حالك، هياصي هياصي، اهم حاجة اللاينر في الموضوع، اهم حاجة اهم حاجة، هي اتبهدل مش مهم، موضة تعرضي اكتر تكسبي اكتر، زي ما بقولك اهو، شفتي شفتي حاجة بقى عامل ايه، حاجة اخر فول. بعد كده بقى هجيب اللميع، اللميع اهم حاجة، لميع شو بقى باللميع، اهو 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 ابر اهو اهو، تدهني يا بنت ما تبخلي، هتبخلي على نفسك هتطلعي وحشه في الفرح، ما تبخليش. نيجي بقى اهم نقطه، اهم نقطه الروج، بصي شايفه ده، ده روج مات، كتري كتري على قد ما تقدري كتري، اها اها اه، تحديد بقى، تحديد ده بقى ايه هو اللي بيظبط، اها طبعا مدة هذا الخريف هي الكبيرة اهو، تحددتي كده الغلاف الخارجي، خش بقى على الغلاف الداخلي اهو، اها مش اي روج هو الاحمر اها، شوفي استاذة زكية زكريا كان عندها وجهة نظر في الموضوع ده، هي اول واحدة كسرت هذا اللوك اه، شفتي نيجي بقى لايه، اه بهدل من تحت مش مهم، في الفرشه اللي بتداري المعجون اهو اهو، مش مهم مش مهم ما فيهاش حاجه، تيجي بقى للرجاجو، تكتري من الرجاجو، كل ما خدودك تحمر كل ما تكسبي معانا اكتر، اهو 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 شوفي، هيا خلصي العلبه كلها ما تستخسريش في نفسك اهو، ورنشي ورنشي حطي في مناخيرك، كتر كتر كتري كتري كتري، لقيتي رموش في طريقك ركبيها ترمي شغل في الفرع، مش مشكلة اه اه، كتري اكتر تكسبي اكتر اهو، شوفي شوفي اه، اشتغلي ظبطي نفسك. تيجي بقى للمسة الأخيرة اللي هي أهم حاجة بقى في الموضوع، بعد كل الشغل ده والنقشة دي هتعملي ايه بقى، هتيجي بالطرحة دي، دي بقى تعمل شغل في الفرح اهي، لازم تبقى معدولة اهي، بعد ما تعملي كل ده اهو، يلا كده تنزلي من البيت وتروحي على فرح صباح زي الفل زي الفل، وكله يعجب بيكي وتنبسطي في الفرح، شوف عارفه لو مشيتي من غير اللوك ده انسي ان حد هيعبر، يلا باي باي.